سوف أبدأ بإثبات الدفع. فهذا الموقع دفع لي فورا، هذا الموقع دفع لي فورا. سوف أريكم الدفع. أذهب إلى هنا تاريخ، يعني تاريخ الدفعات. انظروا ها ولد، دفع لي 1 روبل. 1 روبل تساوي 0.02 $، يعني ثمن قليل. لكن ما فائدة الموقع، يعني تعمل في مواقع وتكذب عليك. على الأقل هذا الموقع دفع لي، ويمكنك أن تربح أكثر من 1 روبل في اليوم، يعني باتباع استراتيجية جميلة سوف أشرحها. المهم هذا هو إتباع الدفع. 1 روبل يعني شيء جميل جدا. المهم نذهب إلى شرح الموقع الآن لكي تسجل. الموقع بالروسية ولن تفهم منه شيء، يعني أفضل استخدام يعني ترجمة جوجل هنا التي تكون هنا. أنا أفضل استعمال جوجل كروم لأنها تعطيك خاصية الترجمة للعربية. المهم أنا سوف أشرح لكم بالروسية. هنا إن كنت أنت معلن هذا لا يهمك، اضغط على هنا على الجهة اليمنى، تضغط عليه هنا الذي خيار الذي بالجهة اليمنى. أعود وأكرر كما قلت، تضغط على الخيار الذي بالجهة اليمنى. بعدها هنا تكتب الاسم، يعني اسم اليوزر نيم تكتبه هنا، مثلا أنا كريم ديزاد. وهنا تكتب الإيميل، والإيميل يجب أن يكون صحيحا. بعدها وتضغط على جو نو سوي با أن روبوت، يعني أنت لست برنامج روبوت. يعني بعدما تتخطى كود الكاباتشا هنا على جو نو سوي با أن روبوت، تضغط على هنا لكي تسجل. الموقع هو سوف يعطيك مود باس، يعني هو سوف يعطيك الرقم السري. المهم أنا لدي حساب، لذا سوف أضغط على الدخول. تدخل من هنا الخيار الأول، هي الخيار الأول للريجستر. هنا الخيار الأول لكي تسجل، يعني موقع بالروسية لن تفهم منه شيء. المهم للدخول تضغط على هنا أظن، لا ليس هنا، هنا يعني المستخدمون، وهنا إثبات الدفع. يعني ها هو إثبات الدفع للموقع، دفع لي عديد من الناس، وهذا هو إجمالي الدفع. المهم للدخول أظن سوف تذهب إلى هنا، نعم تذهب إلى هنا، هذه هنا، ثم تكتب اليوزر. بعد ما تسجل يعني تدخل بالإيميل، وهنا تكتب المود باس. المود باس يعطيه لك الموقع، يعني رقم سري يعطيه لك الموقع في حسابك على الجيميل. أنا سوف أحجب المود باس الذي أعطاه لي، يعني يعطيك يعني الإيميل تبع أو يعطيك كود التسجيل، يعني الذي سجلتك المود باس. إن شاء الله يكون حتى الآن الشرح جيد. يعطيك هو يعني يعطيك كود الدخول، يعني هذا يدل على أن الموقع آمن. ثم تضغط على جو نو سوي با أن روبوت، يعني أنت لست برنامج روبوت. تعلم على الخيارات التي تعطيها لك، ثم تضغط على هنا وننتظر. يقول لي بأن الدخول تبعي صحيح. يعني الموقع كما قلت، يعني عندما تسجل هو يعطيك المود باس. أنا سوف أترجم الصفحة. أنا ترجمت لكم الموقع لكي أريكم، يعني انظروا هنا دفع لي الدفع، دفع لي هاي هو الدفع 1.01 روبل. هنا الإحالات، هنا البريد الإلكترونية، وهنا اسم المستخدم، هذه لا تهمكم. وهنا يعطيني كم، يعني متى دخلت، يعطيك يعني آمن الموقع، الموقع آمن. ولكي أقول لكم الموقع آمن، انظروا نظام التشفير HTTPS. يعني من يعرف في يعني في مجال الإلكترونيات ومجال المواقع، ف HTTPS هو يعني هو الأأمن، وهو أأمن نظام. مثل فيسبوك يستعمل HTTPS، يعني من يعرف في يعني في هذا المجال يفهم قصدي. المهم سوف أنا أعيد الموقع بالروسية لكي تفهموا. الآن هنا يوتيوب فيو، يعني هنا يوتيوب، يعني هنا مشاهدة اليوتيوب. انظر هاي وأعطاني مشاهدة، أنقر عليها وأربح. انظروا كم، 0.228 روبل. يعني هذا شيء كبير جدا، يعني شيء جميل. نحن لا تهمنا، يعني أنت كذلك تنقر على الإعلان وثم تنتظر. أنا سوف أعطيكم يعني الشيء المهم للربح. تذهب إلى خيار ثاني، انظروا عدد الإعلانات التي أعطاها لك. وأنا يعني شاهدت قبل قليل الإعلانات، لذا أعطاني فقط مجموعة. هو سوف يعطيك 3 مجموعات، يعني يمكنك أن تربح حتى 2 روبل. الآن لمشاهدة الإعلان، انظروا هذا كم ثمنه، ثمنه 0.048 روبل. يعني هذه الإعلانات ثمنها ممكن يصل ل 1 روبل مثلا. سوف أنقر على هذا الإعلان، لأنه كل إعلان يعني وعدد ثواني. مثلا هذا الإعلان بعض الشيء فيه 40 ثانية أو لا أعلم، لذا سوف أعطيكم إعلان هذا صغير بعد الشيء لكي لا نطيل الشرح. تنقر على الإعلان ثم تنتظر 15 ثانية. يعني موقع بالروسية، لكن أنا أفضل لكم أن تستعملوا يعني جوجل كروم، لأنه يعطيك خيار الترجمة هنا. يقول لك علم على النجوم كم، أو يقول لك لو أترجم يقول لك كم عدد النجوم هنا. هنا يوجد فقط نجمة واحدة، ها هي لدى، لذا تعطي خيار هنا واحدة. إن كانت هناك نجمتين يعني تقول له هناك نجمتين. أنا في خياري الآن هي نجمة واحدة، لذا سوف أضغط على واحد ويقول لي بنجاح. إذا سوف نزيل الإعلان وأصبح الآن 0.37 روبل عندي، وهكذا تكمل جميع الإعلانات التي هنا وسوف تربح أكثر من 1 روبل. انظروا 16 إعلان، وفقط يعني قبل ساعتين كان عندي هنا 37 إعلان. المهم هنا الرسائل لا تهمك. هنا المالية، لو أترجمها تكون المالية، أنقر عليها. وهنا الدفع، يدفع لك عندما حد الأدنى للدفع هو 1 روبل. أنا لم أصل بعد، يعني أنا فقط 0.37 آن روبل، يعني قبل قليل كنت سحبت، يعني قبل ساعة سحبت ودفع لي فورا. يدفع كما قلت. هنا هذه يندكس موني، بطاقة باستر كارد، يعني هي ممكن أن تفتح هذه البطاقة مجانا. هنا كذلك شروحات، اكتب فقط شرح بطاقة يندكس وسوف تجد. هنا يدفع لي الباير والويب موني، وهذا لا أعرف، فقط تضغط على هنا ثم يدفع لك أوتوماتيكيا. يقول لي انظر يجب أن أصل لي 1 روبل. هنا الريفيرال، هنا الخيار، هنا الإحصائيات عفوا، هنا الإحصائيات لا تهمك. وهنا الريفيرال، ها أين هو الريفيرال خاص بي. أنا لم يسجل أحد عن طريقي، إذن لا أحد يعني لم يسجل بعد، يعني لأني الآن فقط أشرحه. وهنا خيارات أخرى لا تهمك الآن لوضع محفظتك أو وضع يعني الباير تبعك. تضغط على هنا ثم تضغط على الخيار الأول. هنا تضع البطاقة ماستر كارد يندكس موني إن كانت عندك، تضع كود يعني البطاقة. هنا الويب موني إن كانت لديك حساب. وهنا الباير، أنا واضع حسابي على الباير، ها هو لدى حساب الرقم، رقم الحساب هذا هو، تنقر عليه بي، يعني هذا بي 5 4. كل شخص لديه رقم حساب خاص به، تعمل تحطه هنا ثم تضغط على هنا. أنا واضع حسابي لذا لا يمكنني أن أضعه مرة ثانية. المهم أنا شرحت العديد من الخيارات. وللترجمة يعني ها هو ترجمة الموقع، تخادوير سوف أترجمه لكي أريكم. انظروا هنا الباير، وهنا انظروا هنا المالية، هنا الإحصائيات، هنا الريفيرال كما قلت شراكتي. هذا هو الموقع، يعني حاولت الشرح. يعني انظروا الإحالات ولا أحد يعني، وهنا إحالاتك لا يوجد لدي كما قلت، لا يوجد لي إحالات. هنا المكافآت، يعني هنا في الهدايا المكافآت، الموقع يعطيك مكافآت، لكن يعطي المكافآت يعني إن تضع شرح له، ويجلب أكثر من 1000 مشاهدة. انظروا هو ترجمته. هناك عديد من الخيارات، جلب 100 عضو يعطيك 200 روبل، يعطيك عديد من الخيارات. يعني موقع آمن، ويعني فيه ربح جيد، يعني في اليوم يمكنك أن تربح حتى 0.2 دولار، وهذا شيء جميل. يعني هذا الموقع أفضل من 1000 موقع كاذب. يعني أنا حاولت أشرح الموقع، وأي استفسار كلموني في تعليق وأنا سوف أحاول الشرح إن شاء الله. فقط كلموني، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.